حكم دفع المرأة المهر برضاها ما يصير، ما يجوز. المهر يدفعه الرجل، لكن يمكن يكون مؤجلا، ممكن يكون معجلا، ممكن يكون معجل بعضه مؤجل بعضه، يعني يا أن يعجله، هذا هو الأصل. المهر 1000 تستلم 1000 كله، المهر 1000 كله مؤجل بعد سنة أعطيك 1000، لكن يسجل دين عليه. المهر 1000 الآن أدفع 500 و500 أدفعها بعد مدة، معجل بعضه مؤجل بعضه، لا بأس، لكن ما يصير المرأة تدفع المهر، لا يجوز. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والله تبارك وتعالى يقول فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالرجل هو الذي يدفع ليس المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تدفع المهر أبدا، ولا يجوز زواج بدون مهر أيضا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن كان النبي يريد أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي لا يجوز زواج بدون مهر أبدا، ولكن قد يؤجل المهر، أما أن تدفع المرأة المهر فهذا لا يجوز أبدا في شرع الله تبارك وتعالى.